تأثر لازم تعامل مع تأثر أرضية تأثر الميدان. لازم تعامل. علاش يقول لك هو لما نشوف حالة العشب انه يعرف اللاعبين نتاعه، يعرف معناتها الفنيات نتاع اللاعبين صحيح. نتاعه، وهو الفنيات، هاو الفنيات هذيك نحكيو الفنيات عليها في اللي الهدف اللي قلت انت بدون تعليق بالنسبة للهدف المسجل. من القلائل معناتها بتشوف ملاعبي بالبرود الدم هذيك كيفاش يتعامل مع الكرة في 18 متر. صحيح، وإلى حد الآن كان عنده 13 هدف، يوسف المساكني أصبح 14